الله الرحمن الرحيم. موضوعنا هو لهذا العام Strength of Material. كمقدمة لندخل في هذا الموضوع، احنا نسوي مراجعة لما درسناه بالستاتيك السنة الماضية. وجدنا ان المادة تبحث عن اتزان الأجسام، اي الجسم في حالة إكوليبريوم. الجسم لما يكون في حالة إكوليبريوم تنطبق عليه المعادلات الثلاث، اللي هو مجموع القوى باتجاه الاكس يساوي صفر، مجموع القوى باتجاه الواي يساوي صفر، ومجموع العزوم على الجسم يساوي صفر. سيجما اف اكس يساوي صفر، سيجما اف واي يساوي صفر، وسيجما ام يساوي صفر. ايضا اخذنا بالمرحله الاولى عند دراستنا الاستاتيك انواع السبورت، انواع السبورت، وهي ثلاثه انواع، او السبورت او الدعائم اللي تصير تحت البيم. عندنا اول واحد البن، اللي هو هذا شكله، ويسوي رد فعل، يكون ردود الافعال مالته اثنين باتجاه الاكس وباتجاه الواي، رد فعل باتجاه الاكس ورد فعل باتجاه الواي. النوع الثاني من السبورت هو الرولر. الرولر هذا على شكل رولر، الجسم هنا يتحرك باتجاه الاكس بس، لكن باتجاه الواي ما يتحرك، اذا رد الفعل باتجاه الواي فقط، باتجاه الواي فقط، الاكس لا فري. النوع الثالث هو الفيكست، يعني هذا شيء ماله مثبته بالحائط، هذا التثبيت ماله. فبي ردود افعال ثلاثه، انه لا يتحرك لا باتجاه الاكس ولا باتجاه الواي ولا باتجاه العزم، ما يتحرك لا هذا. اذا هو بي ردود افعال ثلاثه، هو سيجما اف باتجاه سيجما اف واي باتجاه الواي، والاف اكس باتجاه الاكس، والعزم اما يكون موجب او يكون سالب. الاجسام اللي تتعرض الى قوه خارجيه، كل جسم يتعرض الى قوه خارجيه external load او external force، تكون على ثلاثه انواع. اما يكون الحمل اللود هذا يكون حمل مركزي، هذا هو شكل الحمل المركزي، يكون على الحمل المركزي هذا عندك بيم وهاي سبورتد موجوده، الحمل المركزي يكون مركز بنقطه معينه، او حمل موزع على شكل مستطيل، حمل موزع على شكل مستطيل، او حمل موزع على شكل مثلث. هذه ثلاث انواع اخذتوها بالصف الاول، اللي هو اشكال الاحمال اللي تتوزع خلال البيم، حمل مركز وحمل موزع على شكل مستطيل وحمل موزع على شكل مثلث. عندما تؤثر قوة خارجية على جسم، فإن الجسم يرد عليها بقوة داخلية تسمى internal load. إذا external force أو external load يكون internal load أو internal force، يعني 10 كيلو نيوتن يسحب منها هذا الجسم عندك، منها يسحب 10 كيلو نيوتن وهذا ينسحب 10 كيلو نيوتن، يؤثر على الجسم الداخلي. لو أخذنا قطع بي، ناخذ هذا القطع نشوف هذا 10 كيلو نيوتن هذا الخارجي، والداخلي هو 10 ايضا كيلو نيوتن، يتقاوم حتى يبقى الجسم شنو متزن. كذلك اذا اخذنا هذا المقطع، هو هذا المقطع هنا من الخارجي هو 10 كيلو نيوتن، اذا الداخلي مقاومته هي 10 كيلو نيوتن حتى يبقى الجسم متزن. وان الجسم متزن لابد ان يقاوم الجسم بمقدار القوة المؤثرة لكي يبقى على توازنه. نحن نسأل هنا كمهندس، اريد انا اعرف سلوك المواد واعرف استخدام كل ماده مع هذا، هل ان معرفتي بان الاكسترنال والانترنال لود تعطيني تصور كامل باني افرق بين انبوبه قطرها 50 ملم من نحاس وانبوبه قطرها 100 ملم من حديد؟ هل الاستاتيك التي درستها في المرحله الاولى تفرق بين هذين القطرين؟ وهل القوه الداخليه تعطيني تصور واضح عما يحدث داخل الجسم؟ الجواب كلا. هذا عندك نحاس 50 ملم قطرة، بايب 50 ملم قطرة، وهذا حديد قطرة 100 ملم، حديد وقطرة 100 ملم ونحاس وقطرة 50، تنسحب به قوة خارجية 5 ب 5، هاي القوة الخارجية منها 5 ومنها 5، وهذا كذلك منها 5 ومنها 5،
فإذا القوة الخارجية تساوي لنا قوة داخلية بمقدارها هي 5. يعني لو أخذنا هسه، لو أخذنا هذا نفس المقاطع، هاي المقطعين من الأنبوبين، هذا البايب اللي هو 50 مليمتر القطر ماله، وهذا البايب اللي قطره 100 مليمتر، هذا من حديد وهذا من نحاس، أخذنا مقطع منه، شوف القوة الداخلية هي 5 وتعطينا 5، وكذلك هذا 5 تعطينا 5، بالرغم انه هذا اكبر من هذا بهوايه، هذا مضاعف عليه. فهل من المعقول ان هذا الجسم النحاسي اللي قطره 50 ملم يعمل نفس عمل الحديد اللي قطره 100 ملم؟ اكيد الجواب لا. اذا شلون نفرق بين هذا وهذا؟ نفرق بيناتهم، هناك قوة اخرى تنتج من تأثير القوة الخارجية، وبعدين القوة الخارجية تسوي لنا قوة داخلية، والقوة الداخلية تسوي لنا إجهاد. القوة الداخلية تسوي لنا إجهاد. هذا الإجهاد نسميه ستريس. ستريس. إذا اكسترنال لود شو يسوي لنا؟ يسوي لنا انترنال لود. انترنال لود شو يسوي لنا؟ يسوي لنا ستريس. إذا هناك قوة أخرى تؤثر على الجسم اسمها ستريس أو الإجهاد، بإمكانها تميز بين الجسمين وتوضح لنا ما يحدث داخل الجسم فعلا عندما تتسلط عليه قوة خارجية. وبهذا نبدأ بمادة مقاومة المواد. إذا مقاومة المواد هي تدرس الستريس اللي يحدث بالجسم، تدرس الستريس اللي يحدث بالجسم، لأنه الستاتيك كوليتر ما قدر يوصف لنا القوة اللي تأثر على الجسم وش يصير بالجسم. إذا الاكسترنال لود شو يكون؟ يكون انترنال لود، وهذا الانترنال لود شو يكون؟ يكون ستريس. هذه الستريس اللي هي سيجما الإشارة مالتها اسمها سيجما، تساوي لنا بي على اي. بي هو القوة واي هو وحدة المساحة. إذا بي على اي، بي على اي، سيجما تساوي لنا بي على اي. فسيجما 1 يساوي لنا بي على اي 1. احنا عندنا الجسمين، هاي الجسمين هو معرض الى 5 كيلو نيوتن، نخلي 5، والمساحة مساحة هو المقطع الدائري، المساحة مالته هو باي على 4 دي تربيع، او نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة. احنا هنا بالمقاومة المواد ناخذ القانون مالنا هو باي النسبة الثابتة على 4 في مربع القطر، القطر ناخذه مو نصف القطر، باي على 4 في دي تربيع. اذا 5 على باي على 4 في دي تربيع، 5 على باي على 4 في 100 من متر تربيع، هنا 5 على باي على 4 في 50 تربيع، يطلع هنا الستريس يطلع عندنا 2.5 ميجا باسكال، بينما هذا هنا يطلع عندنا 0.63 ميجا باسكال. شوف الحديد ايش قد الستريس ماله؟ كلش قليل. بينما بالنحاس الستريس هو 2.546، 2. هذا هنا مواصل للواحد، بينما هنا 2.546 ميجا باسكال. اذا الاجهاد او الستريس على الجسم ذو القطر الصغير اعلى بكثير من الجسم من القطر الكبير. إذا القطر الكبير هو يصير ستريس ماله أقل من القطر الصغير. وبهذا نصل إلى نهاية مقدمتنا لدراسة السترينث أوف ماتيريال. شكرا جزيلا.